الخير عليكم يا احبابي الكرام في حصه شهيه طيبه. الله يلاقينا كي دايما هكذا تكفي ساعه ان شاء الله سعيده لانه لكم كلكم. اليوم نقدم لكم اليوم سفره بلا لحم باللوبيا كما راكم تلاحظوا، لوبيا بيضاء ولا حمراء كما حبيتوا، هكذا ياتيك على حساب العائله. هنا كاين كيلو رطل قرعه، هنايا هاي كاين قرعه راكم تشوفوا ها بالنوار ديالها، تكون ماذا بكم تكون طريه كي الحبه كيما نقولوا، ربيطه ديال حشيش مقطفه، قطعه جومبو ديال هنايا تيك كيش يقولوا لها شامبينيون، الفقع بالعربيه الفقع هذه انتم ما حبيتو، كاين اللي حبوا يعملوا لها جومبو خروف ولا داديات تجي ثاني جربتها تجي مليحه لاباس بها. رويس ثوم، يلزم الملح، يلزم فلفل الدريس هنايا، وفلفل هذا من الدريس راهو مدروس، ديروا فلفل عكري كيما حبيتوا ولا ما تعملوش، زويته ندوز بوقتك العملي. هنا كنبداو ندوزنوا هذا الطويجن ديالنا، نعملوا شويه زيت اليوم بزياده، زوج مغارف ديال الزيت. والدرساني بحث الوقت انا عملت الثوم هنايا والفلفل الدريس الملح الفلفل العكري هاني دسهم بالطبع هكذايا وحرحرتهم بميها ونعملهم هنايا في الطويجن ديالنا. نزيد باقيه الدرسه في المهيرز ديالنا حرحروا بالطبع ونزيدو شويه نمرقو ونخلي الدرسه ديالنا هذه المريقه حتى بعد دقائق حتى تغلي ونعملو نرمو اللوبيا ديالنا في الطويجن هذايا، غطيوه بالماء كما راكم تشوفوا هكذايا، خطاش اللوبيا راهي تشرب الماء. ونعمل قطعه جامبو ديال الفقاع شامبينيون، ولا تحبوا تعملوا خروف ولا دجاج راهو يصلح، اللحم تجي اللوبيا تجيب اللحم وتجيب اللحم. وهذا يا هاني جربته ويعطي البنه لذيذه طيبه، جربوها ان شاء الله تنجحوا في هذه السفره. ونفرشوا القرعه من فوق هذه اللوبيا هكذايا، ماذا بكم تكون القرعه هكذايا طريه ما تكونش كبيره بزاف. ونعملوا هكذا ربيطه ديال الحشيش مقطفه في الوسط ها، واللي يحب يعمل الروز مش لازم يعمل كميشه ديال الروز، كاين اللي يحبوا الروز يعملوا الروز، زمان كانوا يعملوا الروز والدينا كانوا يعملوا الروز ها. وخليوها تطيب في غردها نص ساعه ساعه غير ربع انتوما واللوبيا ديالكم حتى توقف في دامها، ومن بعدها كي تجيو تسقيو عملوا لها حشيش مقطفه مقطعه هكذاك على الاخر. هنا كما راكم تشوفوا احبابي الكرام انا وجدت لنا هذه الطويجن ديال اللوبيا بالقرعه، ما تحقروهاش راهي بنينه، وخليوها طيب تجمر بالطبع وجربوها، وان شاء الله راكم تنجحوا فيها وتكونوا وتفرحوا بهذه السفره هذه اللي راهي شويه تنسات. وعاودوا ان شاء الله تفكروها كما تفكروني انايا ان شاء الله، ربي يحفظكم ولا يلاقينا في ساعه الخير. لوبيا بيضاء بالقرعه، كيلو غرام لوبيا بيضاء مفصه، 500 غرام قرعه صغيره، ربطه حشيش مقطفه بقصبر، حفنه رز، كاس زيت، راس ثوم، فلفل حاره منزوعه منها الزريعه، فلفل احمر وملح.